اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. يا صباح الامل، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه باذن الله. الناس اللي مستنيه البط بتاعها يجي على رمضان، البط اللي قدامكم ده ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. البط ده عمره شهر وعشر ايام. هقول لكم على سر العلفة اللي ما شاء الله بتخلي البط بتاعي بذبح على شهرين شهرين ونص، وبيبقى معايا ما شاء الله اوزان تحفة جدا. يعني الـ 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 السكوفي والبلدي وال ده يعتبر مولد، وعندي السكوفي ما شاء الله اللهم بارك، ومعاها الفراخ برضو ما شاء الله. هقول لكم حبة معلومات كده للناس اللي بتشتكي من التربية وان التربية ما بتجيش معاها بسرعة. ان شاء الله البط ده بامر الله هنذبحه على رمضان باذن الله. فحبيت اوري لكم ما شاء الله اللهم بارك علفة تخليه باذن الله يجي لكم كده ما شاء الله، هتتبسطوا منه جدا. شايفين ما شاء الله. وعايزه اقول لكم حبة معلومات على الفراخ للناس اللي بس بفكر نعمله فيديو لوحده يعني ان شاء الله. للناس اللي بالبيض بتأخر عندها او الفراخ ما بتبيضش، هقول لكم معلومات حلوة جدا جدا عنها انا مجرباها. وهقول لكم على وصفه حلوه جدا للبط، زي ما قلت لكم هيجي على ملا وشه زي ما بيقولوا كده على رمضان باذن الله، وهتذبحي 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو باذن الله. فتعالوا كده مع بعض نشوف هناكل البط بتاعنا ايه، وهتستفادوا جدا جدا من الفيديو. وقبل ما نشوف الفيديو مع بعض، ما ننساش لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل زر جرس القناه علشان يوصلكم منا كل فيديو جديد احنا بنعمله، وعلى وشير الفيديو علشان الكل يستفاد، لان ناس كتير جدا بتشتكي من الموضوع ده. فزي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. احنا كمان في يومين رب او برسيم للناس اللي هم عندهم قريبين من الاراضي وكده، ممكن تجيبي الرب او البرسيم على حسب ما هو بيتقال عندكم، وتحطيه قدامه كده. لو انت ما بتحبيش تخرطي كده وتقطعي، حطيه قدامهم بيبقى مفيد جدا جدا جدا. انا كنت حاطه قدامهم عود وما شاء الله ما خلوش فيه، يعني ما شاء الله. احنا عارفين ان الحيوان بتاعنا اي بط واي كده بيحب الخضار. تعالوا مع بعض كده نعمل العلفه اللي انا قلت لكم عليها. اول العلفه دي زي ما قلت لك هتجيب لك البط بامر الله خلال الشهر ده، هتذبحي منه ما شاء الله ذكوره ونتي زي ما بيقولوا، حاجه عظمه. بسم الله ما شاء الله. اول حاجه مع بعض حطينا ده سيرس او رجيع، معرفش بقى انتوا عندكم بتقولوا عليه ايه، ده سيرس او رجيع. شايفين اهو ده بتشرى من عند بتاع العلف، او لو انت مدخله رز وكده زي حالتنا وبتبيض الرز بيطلع منه السيرس ده، واحنا عندنا بنسميه رجيع. هنعمل مع بعض علفه حلوه قوي زي ما قلت لكم. عايزه البط معاك يجي على رمضان بسرعه جدا، اعملي العلفه اللي انا بقول لك عليها دي. هو امر الله النهارده 1 شعبان، على رمضان باذن الله هتلاقي معاكي ما شاء الله اللهم بارك ذكوره ونتي زي ما بصي، حاجه كده عظمه. جرب الخلطه بتاعتي دي وسيبوا له رايكم بعد ما امر الله ما تذبحوا البط بتاعكم وتلاقوه حاجه كده عظمه. دي رده، دي معايا رده اهو، يبقى سيرس ورده. واللهم صل على النبي. ومعايا علفه، لا ده دره ما تشوش اهو، ده دره ما تشوش. بصي هقول لك على معلومه، ما الدره ده ما تحطوش لوحده، ما تحطيش الدره ده لوحده، لان الذره ده بيعمل دهن في الحوار، وبالذات مع الفراخ ما يخلي الفراخ تتاخر في البيض. ما تحطيش اللهم صل على النبي البتاع ده لوحده، الذره لوحده، الذره ده ما يتحطش لوحده. يعني لما تيجي تقلبيه على العلفه ما تكتريش، كبشتين كده منه على الخلطه اللي احنا بنعملها دي. ومعايا علف، العلفه بتاعتك دي لازم تكون تتاكدي ان هي علفه فيها بروتين وفيها
نسبه البروتين بتاعتها تكون عاليه علشان يجي معاكي بسرعه. لو انت ما عندكيش فراخ ممكن تقلب الخلطه دي كده، او في الصيف علشان ما يبقاش في هوا ممكن تقلب الخلطه اللي معانا دي على الناشف. ممكن الخلطه اللي معاكوا دي تقلبيها على الناشف وتحطها قدامهم، هترسى في قلبهم كده وهتجيب معاكي نتيجه حلوه جدا. لو انت حابه تخلط عليها زي ما انا هخلط كده اكل، اكل بقى فايض، عندك عندك عيش، عندك اكل بيتي من اللي فايض منك وباقي من العيال وكده، بتحطيه عليه بيطلع بياكلوا فيه لما يشبع، بتحط عليه ميه. ولو عايز تقلبيه كده قلبيه، بس بلاش لما يكون عندك فراخ تقلبيه بالطريقه دي علشان بيبهدلوا السرس وبيبهدلوا الرغي. اهو زي ما انتم شايفين كده. وهحط معاكم، انا كان عندي رز اللي هو الدشيش اللي طالع من البياض، طبخته كده اهو شايفين، ولعت عليه علشان اقلبه على الاكل بتاعي. العلفة دي ما شاء الله اللهم بارك هتجيب لك الحوان بتاعك والبط والفراخ بتاعتك بامر الله بسرعة جدا. على رمضان ما شاء الله هتذبحي. هنحط عليه حبة مية ونقلب كله ببعضه علشان زي ما قلت لكم مفيش حاجة تتبهدل منه، يعني تتبهدل، بس ما تكتروش ميه قوي، ما تخلوش عجينه يعني. قلبي بس ان بتاع الاكل بتاعك يمسك نفسه. جرب العلفه بتاعتي دي وهتدعي لي. الناس اللي بتقول ان البط بتاعها ما بيشيلش وزن، جرب العلفه دي وان شاء الله هتتبسط منه جدا جدا، وهتذبحي منه في رمضان بامر الله. حتى لو انت عندك عمر شهر اعمل العلفة دي واكلم مرتين في اليوم. انا بنزل له الصبح الساعة مثلا 9 او 8، وبنزل له اخر النهار بعد العصر تعشيه. هتلاقيها ما شاء الله معاكي جميلة جدا. قلبت العلفة بتاعتي اهو، ما تخليهاش ميتها كتير ولا حاجة كده، كله هيعرف ياكل ومش هيبهدل معاك. اهو نحط بقى كده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب، الاكل ده يحبوه جدا. وزي ما قلت لكم ما تخلوش مبلبل يعني كده، ما تخلوش كله ميه، لا يا دوب بس تلف بس الرده مع الرجيع مع العلفه اللي انت حطاها، وهتلاقيهم ما شاء الله اكلوا معاكي وجابوا اوزان تتبسطي منها جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب، كله اكل زي بعضه، البط مع الفراخ مع اي نوع بط، اي نوع بط انت تربيه، ومع الفراخ بتاعتك ما شاء الله. شايفين ما شاء الله، وهتطلع معاكي نتيجه باذن الله هترضيكي جدا. اعملي بس زي ما قلت لك، وان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هعمل لكم، هقول لكم معلومات حلوه جدا انا جربتها مع الفراخ، وما شاء الله خلت البيض بتاعك يجي بكتره يعني. ما لو حتى فراخك قطعه هنعمل وصفات حلوه قوي، هتخلي ما شاء الله الفراخ معاكي هتجيب لك بيض بطريقه انت تنبهري بها باذن الله. وده ما شاء الله كان الفيديو معانا النهارده، وبرجاء يا جماعه اللي عنده بط او عنده حاجه وعايز ان هو فعلا يذبح على رمضان باذن الله حتى لو عمره شهر، هتلاقيه ما شاء الله في شهر شعبان ده وحطيت العلفه دي والاكل ده، هتلاقيه طالع معاكي بنتيجه زي العسل. وان شاء الله بامر الله هوريه لكم باذن الله واحنا جايين نذبحه، وهتلاقوا النتيجه ما شاء الله مرضيه جدا.
فيا ريت بقى اللي شاف الفيديو النهارده ما ينساناش في لايك وشير الفيديو علشان الكل يستفاد، واشترك وتفعيل زر الجرس للقناه للناس اللي لسه ما اشتركتش معانا، والى اللقاء في فيديوهات تانية كتير هتفيدكم باذن الله، واشوفكم على خير ان شاء الله، ونصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.